خلاص صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعود. يا حياك الله. هذا اللي عندك. حياك الله ابو سعود. الموضوع اللي صار امس بين حميد القلاب والرياحي. نعم. هل راح يتعاقب هذا حميد القلاب ولا لا؟ اثنين فهد العنزي امس لعب، هو بالسكورشيت مو موجود، وفي التشكيله الاحتياطيه مو مكتوب اسمه، فهل راح تصير معاقبه عليه مثل ما تعاقب القادسيه في ضرب النقاط اللي المفروض القادسيه بطل الدوري فيها؟ انا اتمنى اللي موجودين يردون علي بالكلام هذا. وهذا يقولون احنا عندنا اداره احترافيه نادي الكويت، احترافيه شلون تخسر امس بعد التهاوش مع العالم؟ المفروض تتقبل وتسلم على العالم وتاخذ نفس القادسيه السنه اللي طافت خذها. وعندي لك اهداء ابو سعود، اتمنى تتقبل بصدر رحب. ممكن؟ تفضل. حبيبي يا خلف خلف خلف، هو ما تابعت مباراة اليوم، النصر هو اللي فايز هو اللي متصدر الصدارة، الصدارة الأول عالمي في السعودية. ما متقبلها انا، بس هداك غلط يا اخوي. لا لا لا، الهلال ابو سعود شلون والله فريق الصدارة حق النصر يا حبيبي، النصر فاز اليوم. إيه لاعب 11 مباراة صدارة في العالمية في الكأس الآسيوية في العالم، في حتى لو تجيب الدوري الكويتي القاسية هو الهلال راح يصيرون بالصدارة بس. اوكي مشكور يا خلف. اذا في احد يبي يعلق عشان عندي فاصل. موضوع السكور شيت مال تفضل. لا هو مو السكور شيت اللي نزل خطأ، هو اعتقد يمكن مركز اعلامي او نعم. شيء نزلوا ما حطوا اسمه، وما كان في اسم فهد العنزي. لا نعم. فهد العنزي بالسكور مسعود انا بلد كان موجود. راح اخليك والله خلصت. بالنسبه حق موضوع حميد القلاف واحمد الرياعي، احنا نتمنى طبعا يعني هذا الموضوع يترك للجنه الانضباط على حسب تقرير الحكم. طيب ردا على اخوي خلف يوم قاعد يقول وين الاحترافيه، لا الاحترافيه موجوده ابو سعود، خطا انس ما قال من المركز الاعلامي انه ما حط. لا هو الاحترافيه يتكلم عن الهوشه. الهوشه الهوشه ابو سعود يمكن حتى اللي شاف المباراه كان في شد من باثناء المباراه اخر الوقت، كان في شد بين احمد الرياحي وحميد القلاف، هذا اللي صار. بعد المباراه انفعل حميد وراح كلمه، كان يبي يسلم على الرياحي يسلم عليه، ما له شغل الاحترافيه ابو سعود عن سلوك اللاعب او شنو سوى اللاعب. دخل في احترافيه نادي الكويت موجوده الاحترافيه.